خلال استقباله الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء بين الشعوب العربية. خلال منتدى الأعمال المصري الروماني، مدبولي يدعو الشركات الرومانية لاستكشاف الفرصة الاستثمارية بمصر. كييف تتوقع هجوماً روسياً كبيراً هذا الشهر، وموسكو تتهم أوكرانيا بالتحضير لعمليات وهمية واتهام الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء والمحبة بين الشعوب العربية. كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها، بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها. من جهة أخرى، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا التي مر على تدشينها 117 عاما. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشويكا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء الأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك برئاسة السيد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس قدم التهنئة لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت مؤخرا، مؤكدا دعم مصر الكامل لأعمالهم والدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي. من جانبهم، أعرب السادة الحضور عن تشرفهم باستقبال السيد الرئيس لهم بالتشكيل الجديد للأمانة العامة للاتحاد، منوهين إلى تقديرهم لمكانة مصر الرائدة في العالم العربي ودورها السياسي الرشيد والمسؤول على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ومؤكدين تثمينهم لما يشهدونه في مصر من تطورات تنموية ملموسة بخطى سريعة. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية، حيث أشار السيد الرئيس أن الصحافة عموماً والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعاً جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية، الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزان العمل الصحفي على الجانب الآخر، وعلى النحو الذي يسهم في بلورة رؤى جادة وفعالة للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، على رأسها تحقيق السلم والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكداً أن الكلمة مسؤولية وأمانة كبيرة لتأثيرها في تشكيل الوعي العام والعقل الجمعي للشعوب. تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، حيث أكد السيد الرئيس أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها بما يحقق المصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاي تشويكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وكذلك السيد فلورين سباترو وزير الاقتصاد الروماني،
والسفير ميهاي ستوبر السفير الروماني بالقاهرة. وقد رحب السيد الرئيس بزيارة رئيس الوزراء الروماني إلى مصر، طالباً نقل التحية والتقدير إلى الرئيس كلاوس يوهانس، ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي مر على تدشينها 117 عاماً. كما أعرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس إلى بوخارست في يونيو من عام 2019، ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر من عام 2021، فضلاً عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من عام 2022. من جانبه نقل رئيس الوزراء الروماني إلى سيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الروماني، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا. وفي هذا الإطار تم التوافق على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما تم التباحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، لا سيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية في هذا الصدد. اللقاء تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق تهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم. وفي هذا الإطار أعرب السيد الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى بلادهم. افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الروماني نيكولاي تشويكا فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. حضر المنتدى عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات، وتشمل الغاز الطبيعي والمنسوجات والطاقة المتجددة والمقاولات والإنشاءات. وفي كلمة له خلال المنتدى، دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشركات الرومانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمصر. ولفت مدبولي إلى أن عدد الشركات الرومانية العاملة بمصر وصل لنحو 100 شركة تغطي قطاعات عديدة. استثمارات الرومانية في مصر وصلت إلى 104 مليون دولار أمريكي بحلول أبريل 22، وإن عدد الشركات الرومانية بلغت في مصر 101 شركة تغطي قطاعات عديدة مثل السياحة والمالية والصناعة والخدمات. وفي هذا الصدد أود أن أدعوكم لاستكشاف الاستثمارات وفرص الاستثمارات الحالية في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والصناعة. كما أكد مدبولي التطلع للتعاون مع الشركات الرومانية في تحقيق هدف التنمية المستدامة. أشار مدبولي إلى توفير كل الدعم للشركات الرومانية للعمل بالسوق المصرية.
الشركات الرومانية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا نحو تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المشترك. وأيضا دعوني أشارككم بعض الأهداف والمستهدفات التي وضعتها مصر خلال الشهور القادمة والسنوات القادمة. فنحن بالفعل قمنا بإصدار استراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030 وإزالة الكربون من قطاعات مثل الغاز والبترول والاستدامة المائية، وهي كلها أولويات بالنسبة لمصر. من جانبه أشار رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشويكا إلى أن مصر تعتبر أول مقصد لتعزيز التجارة الرومانية بأفريقيا. وأكد رئيس الوزراء لرومانيا قدرة البلدين على توفير المناخ الملائم للتعاون للاستفادة من كل الفرص المتاحة. وأنا أؤكد اليوم أن مصر هي تعتبر أول مقصد للتجارة الرومانية في كل أفريقيا، وهذا يعد بمزيد من التعاون في جدول أعمالنا. ونود أن نوسع هذا التعاون على سبيل المثال في المحاور النقل وبين رومانيا وميناء الإسكندرية، وأيضا يمكن أن نتعاون في بحث الأسواق الأخرى في المنطقة الإفريقية وفي القارة الإفريقية وفي الإقليم، لأن لا أحد يعرف أفضل من المصريين منكم أنتم المصريين في صياغة القواعد التجارية. وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الروماني نيكولاي تشويكا توقيع ثلاث مذكرات تفاهم عقب افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني. تم توقيع المذكرة الأولى في مجال الغاز الطبيعي بين الشركة الوطنية للغاز إيغاس وشركة ترانس غاز الرومانية. أما المذكرة الثانية فكانت في مجال الشباب بين وزارة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص الرومانية ووزارة الشباب والرياضة المصرية. فيما جاءت المذكرة الثالثة في مجال التعليم العلمي والتكنولوجيا بين هيئة التعاون للبحوث والرقمنة الرومانية وهيئة العلوم والتكنولوجيا بمصر. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة. وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة. وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لفت مدبولي إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، مشيرا لاستمرار الإجراءات حاليا لإصدار رخص جديدة قريبا. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2590 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 907 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 رشاش و149 بندقية آلية و112 بندقية خرطوش و35 مسدس و608 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 420 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3942 قطعة سلاح ناري بحوزة 3975 متهماً أبرزها جيرينوف ورشاش و505 بندقية و380 بندقية آلية و218 مسدساً و2837 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و670 خزينة، إضافة إلى 6989 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 32 تشكيلاً عصابياً، ضموا 103 متهماً قاموا بارتكاب 155 حادث متنوع. كما تم ضبط 518 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 301 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 521 متهماً. كما تم إعادة 26 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,137,834 حكماً قضائياً، من بينها 8,168 حكم جناية و 667,839 حكم حبس جزئي و 123,647 حكماً مستأنفاً و 1,039,051 حكم غرامة و 299,129 حكم مخالفة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 156 طناً. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 21 طناً. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 42 طناً. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 23 طناً. وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت،
وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 462 قضية، من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و134 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الأسلحة التي تلقتها من الدول الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية. قال شولتس إن حلفاء أوكرانيا قد اتخذوا خطوات جديدة في مجال الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بتقديم دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى. ومن المنتظر أن يمنح الغرب قريبا أوكرانيا دبابات قد يصل عددها إلى ما بين 120 و140 دبابة من دول مختلفة، من ضمنها 14 دبابة ليوبارد 2 سوف تسلمها ألمانيا من مخزن جيشها. قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزينينكوف إن بلاده تتوقع هجوما روسيا كبيرا هذا الشهر، مشيرا إلى أن بلاده لديها الاحتياطيات الكافية من العدة والعتاد لصد قوات موسكو. وأضاف ريزينينكوف أن روسيا قد تشن الهجوم الجديد لأسباب رمزية مع اقتراب الذكرى الأولى لعملياتها العسكرية، مشيرا إلى أن الهجوم سيشن على الأرجح في الشرق، حيث تحاول روسيا الاستيلاء على كل مناطق دونباس التي تتركز فيها الصناعات الثقيلة، أو في الجنوب حيث ترغب موسكو في توسعة ممرها البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم. اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتحضير لافتعال عملية وهمية تفجر خلالها عددا من المباني في مدينة كروماتوسك بشرق أوكرانيا، ثم تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين. تقول كييف وحكومات غربية إن مئات المدنيين قتلوا في ضربات صاروخية روسية على مواقع سكنية في أنحاء أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي. أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية لإقليم خيرسون أن القوات الروسية قد قصفت الإقليم 60 مرة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الهيئة أن القوات الروسية أطلقت نيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات على البلدات السكنية، كما هاجم الجيش الروسي مدينة خيرسون 6 مرات. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيخفض على الأرجح إيرادات موسكو من صادرات النفط والغاز 30% في يناير، أو نحو 8 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق. أضاف بيرول أن أسواق الوقود قد تواجه صعوبات على المدى القصير مع تعديل طرق التجارة العالمية لاستيعاب تزايد اعتماد أوروبا على الواردات من الصين والهند والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
دخل حظر استيراد جميع المنتجات البترولية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الديزل حيز التنفيذ. ويأتي هذا الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية مكملا لحظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، إلى جانب وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل. على مدى عقود كانت تدفقات ناقلات الوقود تتنقل ذهابا وإيابا بين المواني في شمال غرب أوروبا وبحر البلطيق انطلاقا من روسيا، لكن اعتبارا من اليوم بدأ حظر تلك الناقلات بموجب قرار أوروبي يحدد سقفا لأسعار المشتقات النفطية الروسية. دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أكدوا أن السقف الذي تم التوصل إليه يبلغ 100 دولار للوقود الأكثر ثمناً مثل الديزل و45 دولاراً للبرميل للمنتجات الأقل نوعية مثل وقود المركبات والتدفئة. السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وصفت الاتفاق بالمهم قائلة إنه يندرج في إطار الرد المستمر من الاتحاد الأوروبي وشركائه على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وتأتي الخطوة الأخيرة في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم عملياته العسكرية في أوكرانيا. هذا وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي حظراً على الخام الروسي الذي ينقل بحراً على متن سفن أوروبية، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً يبلغ 60 دولاراً للبرميل على الصادرات حول العالم. وتفيد المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي تخلى عن نحو 90% من الواردات الروسية بموجب الحظر على النفط الخام، كما قدرت بأن السقف المحدد حالياً على أسعار النفط الروسي يكلف موسكو نحو 160 مليون يورو يومياً. قفز معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاماً، وقد سجل 11.1% في شهر يناير الماضي. أرجع مكتب الإحصاء الاتحادي في النمسا السبب الرئيسي وراء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية وزيادة تكاليف شبكة توزيع الكهرباء بشكل حاد مؤخراً. التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تداعيات الأزمة المنطاد الصيني تتواصل، واشنطن تدرس العقوبات وبكين تحتج على استخدام القوة. عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية الاجتماع الأول بين مصر وقطر لبحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يأتي الاجتماع في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وقطر ورغبتهما في البناء على هذا التقارب في التنسيق وتبادل وجهات النظر. هذا ويعتبر الاجتماع الذي يعقد لأول مرة بمثابة نواة لآليات مشتركة للتوصل والتنسيق للمواقف والرؤى في كافة القضايا ذات الأولوية للجانبين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أن لافروف من المقرر أن يلتقي بنظيره العراقي فؤاد حسين غدا، مشيرة إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة. أعلن وزير النقل الأمريكي أن واشنطن قد تفرض عقوبات على بكين بسبب المنطاد الصيني، معتبرا أن بلاده أوضحت أن ما جرى هو انتهاكا غير مقبول للسيادة الأمريكية. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الولايات المتحدة اتخذت رد فعل مبالغ فيه عند استخدامها للقوة لإسقاط المنطاد الصيني، مشيرة إلى أن المنطاد ذو طبيعة مدنية، والمسبار الذي يحمله على وجه الخصوص يستخدم لأبحاث الأرصاد الجوية.
أظهر استطلاع لآراء الناخبين أن وزير الخارجية القبرصية السابق نيكوس كريستولوديس يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية القبرصية، ولكن من المرجح ألا يحقق أغلبية واضحة وأن يخوض جولة إعادة في 12 من فبراير. هذا وقد أدلى نحو 561 ألف قبرصي يوناني بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في الانتخابات الرئاسية من بين 14 مرشحا. بحث مجلس الشيوخ عددا من مشروعات القوانين والقرارات الصادرة من الحكومة من أجل إقرارها، وفي جلسته اليوم ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول الدراسة التي حملت عنوان ظاهرة العنف الأسري، الأسباب والآثار وسبل المواجهة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للدراسة حول العنف الأسري، الأسباب والآثار وسبل المواجهة. هناك عوامل كثيرة مختلفة ومتنوعة لبناء الأسرة بشكل صحيح حتى تكون أسرة مستقرة، وبالتالي يستقر المجتمع ويتقدم في مختلف مجالات الحياة ويقوم بدوره في صناعة الحضارة. سيادة الرئيس، أول عامل من عوامل بناء الأسرة بالشكل الذي عرضته على سيادتكم والمجلس الموقر هو إدراك المفاهيم والدلالات والحكم الشرعية من الزواج والأسرة المستقرة. هي الدراسة في مجملها دراسة متميزة، تحديدا فيما وصلت إليه من تعريف شامل للعنف الأسري، بجانب إجراءها استطلاع رأي عن الموضوع. والحقيقة النتائج بتاعت استطلاع الرأي جاءت إلى حد كبير جدا واقعية ومنطقية. من جانبها استعرضت الحكومة في ردها جهود مواجهة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، موضحة أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر، وأضافت أن الدولة تتوسع في ملف الكفالة والرعاية والأسر البديلة، مشيرة إلى أن الفقر والمخدرات هو سبب رئيسي في ملف العنف الأسري. وخلال الجلسة أكدت ممثلة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن أي عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب ودائرة العنف تكتمل، حيث ينفذ المركز خطط ضمان حماية الطفل المصري من العنف بكل أشكاله. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة في جلسة قادمة. هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ، حيث أكدوا على أهمية الدراسة بشأن العنف الأسري لأسباب والآثار وسبل المواجهة. أوضحت أن كان لازم التقرير يتضمن التطور اللي حصل في الدراما والدراما الهادفة الاجتماعية الهادفة خلال السنوات الماضية، ولكن الأهم أنه هو ضرورة أن يكون هناك تنسيق حكومي في هذه القضية الهامة. إن أنا نعم هي قضية مجتمعية، لكن تحتاج تضافر الحكومة مع المجتمع المدني مع كافة المؤسسات، لأن التقرير بيقول أن السبب الأول في الموضوع التربية. أشرت أيضا إلى الطفرة التي جرت في مصر خلال السنوات الماضية في مواجهة العشوائيات، لأن أعتقد أن العشوائيات كانت منبع كبير للعنف الأسري. إحنا دلوقتي بنشوف الناس عايشة في أماكن أفضل، الأسمرات غيط العنب وخيرها، أعتقد يمكن أن تقلل من هذه الظاهرة. هذه الظاهرة يعني، وهي ليست ظاهرة قاصرة على مصر، ولكنها ظاهرة عالمية بنقرأ عنها في كل، بنشوفها في الأفلام الأجنبية وكذا. فهي ظاهرة الحقيقة متعلقة بحاجات كثيرة جدا، يعني يمكن أغلبها أو أهمها انفتاح السماوات. يعني أصبح يعني إحنا في الجيل بتاعنا وإحنا صغيرين كمان صعب جدا إن إحنا
نشوف أي حاجة خارج نطاق المجتمع اللي احنا فيه يعني. أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إطلاق 10 مبادرات جديدة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية. وقدم أعضاء التنسيقية عددا من المبادرات لتنمية الحياة السياسية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإبداعية والقيم الاجتماعية البناءة. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نسخة جديدة من المنتديات أو عقب أيام من إعلان استراتيجية 2023 وانضمام الأعضاء الجدد من مختلف الأحزاب السياسية والكوادر الفاعلة في مصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بكافة المدارس على مستوى الجمهورية. أكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المقررة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 11 من فبراير من عام 2023 دون تأجيل. وفي سياق متصل تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 من يونيو من عام 2023، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في 10 من يونيو المقبل. تواصل معارض أهل رمضان بكافة المحافظات استقبال الجمهور لشراء كافة السلع والمواد الغذائية. يأتي هذا في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة. جهود حثيثة تبذلها الدولة لتوفير مستلزمات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبكميات وفيرة في مختلف محافظات الجمهورية. وفي هذا الإطار تواصل معارض أهل رمضان بمحافظة الجيزة استقبال الجمهور لشراء كافة السلع والمواد الغذائية. المعرض دوت فيه كل المنتجات ما بين لحوم وفراخ ولحمة وزيت وبقوليات وكل حاجة موجودة، وزي ما حضرتك شايف الإقبال الشديد دوت ده سببه إن الأسعار هنا أقل من السوق على الأقل من 20-30%. جميع المعروضات من السلع الغذائية المعروفة والمتداولة بالأسواق، الغرفة التجارية بالجيزة بتقدم هذا المكان مجانا للعارضين، بتنتقي جميع العارضين من الشركات المصنعة والمستوردة والمنتجة. والله هي حاجة كويسة جدا، يعني بالنسبة للزيت والسكر والرز أسعار كويسة جدا، حاجة جميلة خالص، يعني الواحد اشترى حاجته كلها والحاجة جميلة جدا ورخيصة وزي الفل. وسعيا للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تعمل مبادرة المواطن أولا بمحافظة القاهرة على تنفيذ شوادر لتوزيع السلع الغذائية الاستراتيجية. كمديرية تموين القاهرة قطاع الرقابة عندنا بينزل بحوالي 5 حملات يوميا غير الحملات الإدارية اللي في كل إدارة في كل حي، في إدارة تموينية وفي إدارة رقابة تموينية، أيضا في 4 حملات مركزية بتقوم من كل قطاع في القاهرة، بتقوم حملة مركزية من مديرية تموين القاهرة بالإضافة إلى غرفة عمليات. هذا وتستهدف الخطة إقامة 5 معارض أهل رمضان بكل محافظة وفي القرى والنجوع، فضلا عن السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء على المواطنين. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية الرحمنية مركز ميد غمر. القوافل التي تستمر لمدة 2 تشمل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية، جميعها بالمجان. تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مشروع مجمع الخدمات ومشروع سكن كريم بقرية غمازة الصغرى في مركز الصف بالجيزة. قامت المؤسسة بتنفيذ وحدة طب الأسرة بنزلة عليان ليتم تسليمها للأهالي خلال الأيام القليلة المقبلة.
والآن نتحول معا للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال في نشرة التاسعة مع فاطمة خليل. شكرا أميرة، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليارا و224 مليون دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 34 مليارا ومليوني دولار في ديسمبر السابق عليه. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا انطلاق قطاع البترول المصري لخبرات متميزة في مجال نقل الغاز الطبيعي ومد شبكاته، خاصة مع وجود نماذج ناجحة لنقل الغاز إقليميا مع عدد من الدول المجاورة بريا وبحريا. وخلال استقباله رئيس وزراء رومانيا نيكولا تشوكا، أضاف الملا أن هناك مجالات وفرصا جيدة للتعاون مع رومانيا في مجال نقل الغاز باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، مشيرا إلى أن فرص التعاون تشمل أيضا مجال البترول، فهناك شركات عالمية كبرى تعمل في مصر في إنتاج البترول، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لدراسة أوجه التعاون المشترك ذات الأولوية في هذا المجال. عرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكر بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان. هذا وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون خلال السنوات المقبلة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة وريهام لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا فاطمة. العرس الثقافي الفريد معرض القاهرة الدولي للكتاب يستعد لآخر أيامه. منذ 26 من شهر يناير الماضي وحتى يوم غد 6 من فبراير كانت تظاهرة ثقافية مميزة. قبل ساعات من انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 54 والمقرر لها غدا، ما زال الجمهور يتوافد أمام بوابات أرض المعارض الدولية للحرص على القراءة والاطلاع ومتابعة الفعاليات الثقافية. وحقق المعرض حضورا كبيرا، حيث بلغ إجمالي عدد زائري حتى الآن 2,878,475 شخصا. كما شهد المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج الأنشطة الثقافية المصاحبة له، إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني والأنشطة المخصصة للطفل. 11 يوما من الثقافة والقراءة والإبداع، نحو 3 ملايين زائر من مختلف الأطياف والأعمار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة 54، والذي حقق حضورا جماهيريا كبيرا. كما كان المعرض أيضا فرصة لمحب الكتابة في نشر أعمالهم، ولمحب القراءة للاستفادة من العروض والخصومات الكثيرة التي يقدمها المعرض. المعرض كويس جدا، والنهارده انا جيت اشتري عن كتاب عن ووردبريس، يعني قريت عنه نبذه بسيطه كده، وكان حاجه كويسه جدا جدا، والمعرض كويس جدا يعني بصراحه. المعرض كان حلو قوي، وكان فيه كتب من جميع النوعيات الحلوه، وكان فيه لغات كتير جدا، وشفت ناس كتير قوي هنا حلوه وتعرفت عليها، وكان فيه ثقافات حلوه قوي تتيح لنا ان احنا نتعلم حاجات كتير. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني المستوى جميل جدا والتنظيم هايل وحاجة في مستوى القمة والروعة طبعا، والأسعار مناسبة جدا وكل حاجة متوفرة، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجة جميلة جدا يعني. المعرض شهد خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض
إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني والأنشطة المخصصة للطفل بقاعة رقم 5 بالمعرض، وجذب المعرض عددا كبيرا من الزوار بأعمار سنية مختلفة، وكان من بين الحضور عدد من طلاب الجامعات وطلاب المدارس ومواطنون ورحلات مؤسسات أهلية. من الكتب اللي جبتها ديت أسفار مريم المحرمة لطارق عز، وآخر ليالي البشر لمريم، وكمان جبت حاجات كتير جدا لخالد أمين، وحاجة كمان الحاجات اللي عجبتني هنا إن أنا لقيت أعمال نبيل فاروق، ودي حاجة من الحاجات اللي فكرتني بيه لأن هو يعني ربنا يرحمه طبعا. وبس أوفر أول المعرض جامد جدا وحاجة هيعجبني أوي. حرص المواطنين على زيارة المعرض وفعالياته إلى جانب اقتناء الكتب نظرا لما يقدمه من مجموعة كبيرة من الإصدارات والمؤلفات بأسعار مخفضة يكشف مدى وعي المواطنين بأهمية القراءة والاطلاع، ويؤكد على حيوية الوعي الثقافي لدى المصريين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. شهد اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية العديد من الفعاليات والندوات، وتعد السنغال ضيف الشرف للمهرجان في دورته 12 والتي ستنتهي في 10 فبراير الجاري. احتفاء بالهوية الأفريقية، انطلقت فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته 12. فعاليات عديدة تشهدها دورة هذا العام مثل الندوات الفنية والمؤتمرات الصحفية لأبرز صناع السينما من مختلف الدول الأفريقية المشاركة. وشهد اليوم الأول للمهرجان ندوة الاحتفاء بالسينما السنغالية كضيف شرف لدورة هذا العام، بالإضافة إلى ندوة الإنتاج السينمائي في الألفية الثالثة. وتتواصل الدورة 12 من المهرجان حتى 9 فبراير الجاري تحت شعار سينما خلود زمان، بمشاركة أفلام من 30 دولة. ويشارك في المهرجان 31 فيلما تتنافس على مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة. ونتوقف في نشرتنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. عودة مرة أخيرة إليك فاطمة. شكرا أميرة، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 16، الصغرى 10، الإسكندرية 16-10، مطروح 15-10، بورسعيد 17-11، إسماعيلية 16-9 وجوها مائل للبرودة. بالنسبة للسويس 16-9، العريش 17-10، طابة 19-10، شرم الشيخ 22-12، الغردقة 22-11 وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 20-7، أسوان 21-9، الوادي الجديد 19-4، شلاتين 23-15، حلايب 22-16 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. وصلنا إلى ختام النشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال استقباله الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء بين الشعوب العربية. خلال منتدى الأعمال المصري الروماني، مدبولي يدعو الشركات الرومانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمصر. كييف تتوقع هجوما روسيا كبيرا هذا الشهر، وموسكو تتهم أوكرانيا بالتحضير لعملية وهمية واتهام جديد للجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. ازيك يا اميره؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. اميره بتسالني قبل ما نخش الهواء، لما تقول لي عندك ايه النهارده متميز؟ ده سؤال. دي حلقه متميزه بشكل تلقائي. عندك موضوعات كتير. يعني احنا قلنا مساء الخير يبقى متميز، ده معروفه دي. لا بصوا، طبعا عندنا حاجات كتير جدا من النهارده، وهنناقش بالمناسبه اكتر من موضوع، ومنها موضوع الرومانيين اللي موجودين عندنا منورين مصر، والعلاقات الرومانيه والشراكات اللي ممكن تتعمل، واوجه الاستثمار المختلفه. يمشي ده؟ اعتقد ده موضوع حلو جدا. طيب مهم قوي. انا قلت لو نغير، لو عاوزين يا جماعه. لا والله رائع جدا بامانه. لا هنتابع ان شاء الله معاك. اذا نبدا فقرتنا. اشكركم.